تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا المجد لك أيها الملك السماء والمعزر والحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ورازق الحياة. هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت الحمى. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت الحمى. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت الحمى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان من إلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيوه أيوه. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نحن لمن لنا عليه ولا لأن لك الملك والقدرة والمجد يا الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماء هلموا نسجد ونركع. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين أمين. هلموا نسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وإلهنا. ليستجب لك الرب في يوم الحزن لينصرك اسم إله يعقوب ليرسل لك عونا من القدس ويعبدك من صهيون ليذكر كل ذبائحك ويستثمر مفرقاتك ليعطيك الرب على حسب قلبك ويتمم بغيتك كلها. فنتهلل بخلاصك وباسم الرب إلهنا نتعظم ليتمم الرب جميع طلباتك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه استجاب له من سماء قدسه. الخلاص إنما يتم ببأس يمينه. هؤلاء بالعجلات وهؤلاء بالخيل أما نحن فباسم الرب إلهنا ندعو. هم تعرقلوا وسقطوا أما نحن فقمنا وانتصرنا. يا رب خلص الملك واستجب لنا في أي يوم ندعوك. يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك يبتهج. مشتهى قلبه أعطيته وملتمس شفتيه لم تعدنه لأنك أدركته ببركات الخير ووضعت على رأسه إكليلا من حجر كريم. حياة سألك فأعطيته طول الأيام إلى أبد الأبدين. مجده بخلاصك عظيم مجدا وجلالا تلقي عليه لأنك تعطيه بركة إلى جيل فجيل. تبهجه بالسرور أمام وجهك لأن الملك يتوكل على الرب وبرحمته العلي لا يتزعزع. لتظفر يدك وبجميع أعدائك تجعلهم كالحطب في تنور نار حين يتجلى وجهك. الرب يزعجهم بغضبه فتأكلهم النار. تبيد من الأرض ثمرهم ونسلهم من بين بني البشر لأنهم عزموا عليك بالشر وقاموا بمؤامرات لم يستطيعوا تنفيذها لأنك تردهم على أعقابهم. أما الباقون فتهيئ لهم قصاصا أيضا. ارتفع يا رب بقوتك نسبح ونرتل لعزتك. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت الحمى. لسه في كمان قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت الحمى. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت الحمى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لأن لك ملك القدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الداهرين أمين. خلص يا رب شعبك خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك
وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. المجد للآب والابن والروح القدس. امنح رأفتك لرعيتك الجديدة المنسوبة إليك أيها المسيح الإله، يا من ارتفع على الصليب طوعا وسر مبهجا بقدرتك ملوكنا المؤمنين، مانحا إياهم الغلبة على الأعداء، ولتكن لهم مؤازرتك سلاح سلم وراية ظفر لا تقهر، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير الخائبة، يا والدة الإله الكلية التسبيح، لا تعرضي يا صالح عن طلباتنا، بل وطدي سيرة القويمي الرأي، وخلص الذين أمرت أن يتملكوا وامنحيهم الغلبة من السماء، بما أنك ولدت الإله أيته المباركة وحدك. حمني الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. أيضا نطلب من أجل المسيحيين الحصنين لعبادة الأرثوذكسية. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. أيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس كهنتنا خريستوفروس وكل إخواتنا في المسيح. كريليسون كريليسون كريليسون. لأنك الإله الرحيم والمحب البشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. بسم الرب بارك أيها الأب القديس. المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر، المحيي غير المنقسم كل حين، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. مجد لله في العلا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، يا رب افتح شمي شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ الكثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. أما أنت يا رب فناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعوب المحيطين بي المتآزرون علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل الذين يعادونني باطلا، أسنان الخطأ سحقت، للرب الخلاص وعلى شعبك على شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، فإن سهامك قد انغرست ومكنت علي يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه سخطك ولا سلامة لعظامي من وجه خطاياي، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي مثل حمل ثقيل قد ثقلت علي، قد أنتنت جراحاتي وقاحت من قبل جهالتي. شقيت وانحنيت إلى الانقضاء، واليوم كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازئة وليس لجسدي شفاء. شقيت واتضعت جدا، وكنت أئن من تنهد قلبي. يا رب إن شهوتي كلها أمامك وتنهدي غير خفي عليك، قد اضطرب قلبي وفرقتني قوتي حتى نور عيني لم يبقى معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني ووقفوا مقابلي، وجنسي وقفوا مني بعيدا، وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر، تكلموا بالباطل وغشوشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه، وصرت مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت، أنت تستجيب لي يا رب وإلهي، لأني قلت لك لأني قلت لا يشمت بي أعدائي، وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام. لأني أنا للضرب مستعد ووجعي مقابلي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجلي خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضونني ظلما، الذين جازوني عن الخير بالشر، افتروا علي لأتباع الصلاح. فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، التفت إلى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، التفت إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر عطشت إليك نفسي،
يشتاق إليك جسدي في أرض قفر غير مسلوكة لا ماء فيها. هكذا ظهرت لك في القدس لأعاين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك. كذلك أبارك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم، وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي. إن ذكرتك على فراشي أهذ بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التصقت نفسي وراك وإياي عضدة يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. أهذ بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدة يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. أليلويا 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 المجد لك يا الله. أليلويا 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 المجد لك يا الله. أليلويا 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 المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. يا رب إلهي خلاصي، في النهار والليل صرخت أمامك فلتدخل قدامك صلاتي. أمل أذنك إلى طلبتي، فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي. حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين، بين الأموات حرا مثل الجرحى الراقدين في القبر، الذين لم تذكرهم بعد وهم من يدك مقصون. جعلوني في جب أسفل السافلين، في ظلمات وظلال الموت. علي اشتد غضبك وجميع أهوالك أجستها علي. أبعدت عني معارفي، جعلوني رذالة لهم. فقد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتا من المسكنة. صرخت إليك يا رب طول النهار، مددت نحوك يدي. أفلعلك للأموات تصنع العجائب؟ أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يخبر أحد في القبر برحمتك وبحقك في الهلاك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في الأرض المنسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت فلتبلغك في الغداة صلاتي. يا رب لماذا تقصي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي، ولما ارتفعت اضطدعت وتحيرت. علي جاز سخطك ومفزعاتك أزعجتني، حاطت بي كالمياه، النهار كله اكتنفتني بجملتها. أبعدت عني صديقة والقريبة ومعارفي من أجل الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار والليل صرخت أمامك فلتدخل قدامك صلاتي. أمل أذنك إلى طلبتي. باركي يا نفسي الرب ويا جميع ما في باطني اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي جميع مكافآته. هو الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، والذي ينجي من البلا حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات مشتهياتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأنا وكثير الرحمة، ليس إلى الانقضاء يسخط ولا إلى الدهر يحقد. لا على حساب أثامنا عملنا ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على خائفيه، وكبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يرأف الأب بالبنين يرأف الرب بخائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب. نحن الإنسان أيامه كالعشب وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت عليه الريح بات بلا وجود ولا يعرف موضعه من بعد. أما رحمة الرب فهي من الدهر وإلى الدهر على خائفيه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصاياه ليعملوا بها. الرب في السماء هي عرشه، ومملكته تسود على الجميع. باركوا الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بالقوة، العاملين بقوله عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع قواته ويا خدامه العاملين إرادته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته. باركي يا نفسي الرب في كل موضع سيادته. باركي يا نفسي الرب. يا رب استمع إلى صلاتي وانصت بحقك إلى طلبتي. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتزكى قدامك حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي، واجلسني في الظلمة مثل موت الدهر.
وأضجر علي روحي وطرب في قلبي، تذكرت الأيام القديمة وهذت في كل أعمالك، وتأملت في صنائع يديك، بسطت يدي إليك نفسي أمامك كأرض مجدبة. أسرع فاستجب لي يا رب، فقد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا لرحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، لأني لجأت إليك. علمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت هو إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الضيق نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك كل الذين يحزنون نفسي، لأن أنا عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا رب الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام لرب نطلب، كيف يليسون مجد سلام من العلا وخلاص نفوسنا إلى رب نطلب. يا رب ارحم. مجد سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى رب نطلب. يا ليسون أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورعا وخوف الله إلى رب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورعا وخوف الله إلى رب نطلب. يا ليسون أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى رب نطلب. يا رب ارحم. أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيروس وأبينا ورئيس كهنتنا كريستوفيروس والكهنة المكرمين الخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى رب نطلب. أجل مليكنا المحفوظ من الله وكل بلاطي وجنودي ومعذرة في كل عمل صالح إلى رب نطلب. يا رب ارحم. أجل هذا الدير المقدس وجميع الأديرة والكنائس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى رب نطلب. يا رب ارحم. أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا رحم. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضنين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. رئيسون أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلة القداسة الطاهرة الفيقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. الله الرب لنا مبارك الآتي باسم الرب اعترف للرب وادعو باسمه القدوس. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب كل الأمم حاط بي وباسم الرب قهرتها. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب قبل الرب كل الأمم حاطت بي وباسم الرب قهرتها. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في عيوننا. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب لقد أنرت الجميع بتعاليمك يا مرشدا إلى الإيمان القويم ومعلم حسن العبادة وطهرات السيرة وكوكب المسكونة وجمال رؤساء الكهنة ومعرفة الروح القدس أندراوس الحكيم الملهم من الله فتشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. المجد للآب والابن والروح القدس
لقد أنرت الجميع بتعاليمك يا مرشدا إلى الإيمان القويم ومعلم حسن العبادة وطهارة السيرة وكوكب المسكونة وجمال رؤساء الكهنة ومعرفة الروح القدس أندراوس الحكيم الملهم من الله فتشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين أمين إن التي ولدت الحمل والراعي ومخلص العالم لما أبصرته على الصليب قالت وهي تبكي أما العالم فيبتهج مسرورا بحصوله على الخلاص وأما أحشائي فلتلتاعوا حسرة بمعاينة صلبك الذي تكابده من أجل الجميع يا ابني وإلهي. أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا اطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلة القداسة الطاهرة وفيقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. لقد افتديتنا بدمك الكريم من لعنة الناموس وبتسميرك على الصليب وطعنك بالحربة أنبعت للناس الخلود فيا مخلصنا المجد لك امنح رأفتك لرعيتك الجديدة المنسوبة إليك أيها المسيح الإله يا من ارتفع على الصليب طوعا وسر مبهجا ملوكنا المؤمنين مانحا إياهم الغلبات على الأعداء ولتكن مؤازرتك لهم سلاح سلم وراية ظفر لا تقهر. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. لما رأت العذراء النقية ذبح السيد الطوعي انتحبت باكية وقالت كيف أثرت الموت يا ولدي المأثور جدا وكيف أمت بين المجرمين يا من هو بالطبع إله عادل فأمجد حلمك يا ابني. تداركنا سريعا أيها المسيح إلهنا بشفاعة والدك الإله يا محب البشر قبل أن يستدعين الأعداء الذين يجدفون عليك ويتوعدون واقتل بصليبك الذين يحاربوننا وليعلموا اقتدار إيمان الأرثوذكسيين. لقد سمرك اليهود على الصليب الذي به استدعيتنا حينا ما من الأمم أيها المسيح إلهنا المخلص فبسطت راحتيك عليه بإرادتك وقبلت لغزارة رأفاتك أن يطعن من جنبك بحربة فيا محب البشر المجد لك المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. لقد جاز سيف في نفسك المقدسة في نفسك المقدسة يا أم المسيح الإله العذراء البريئة من كل عيب حين أبصرت ابنك وإلهك مصلوبا بإرادته فلا تبرح متهلة إليه يا مبواق مباركة أن يمنحنا غفران الذنوب. لقد احتملت الصلب والموت والمحاكمة الجائرة من أجلنا طوعا لعظم رحمتك التي لا حد لها أيها الصالح لكي تعتقنا كلنا نحن المنفسدين بالغواية والخديعة من القضاء القديم واللعنة فنسجد لصليبك أيها الكلمة. لقد حضر اليوم جنود الملائكة في تذكار المجاهدين لينيروا أذهان ويبهجوا المسكونة بالنعمة فبابتهالاتهم يا الله امنحنا عظيم الرحمة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. لما أبصرتك أمك الطاهرة يا كلمة الله مرفوعا على الصليب ناحت نوح الأمهات وقالت ما هذا العجب الغريب الباهر يا ابني كيف تمارس الموت يا حياة الكل مريدا لتحننك أن تحيي الذين ماتوا. ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفاتك امحو مآثمي اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت وشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. هأنذا بالأثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي
لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوف فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظام الذليلة. اعرض بوجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من امام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجه خلاصك بروحا رئاسيا عضدني، فاعلم الاثم طرقك والكفره اليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله الى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لانك لو اردت الذبيحه لكنت الان اعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع المتواضع لا يرضله الله. أصلح يا رب مسارتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. لقد بسطت راحتيك الإلهيتين على الصليب أيها الرؤوف الحليم، فاستدعيت العالم فنعظم تحننك. يا صليب المسيح بقوتك خلصنا. لقد رفع موسى الحي قديما أيها الكلمة الذي قبل الأزل، فرسم بها صليبك الإلهي الذي به سقطت الحية النافثة السم التي صارت سببا لسقطة آدم. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. لقد استحققتم أن تسكنوا الآن في بهاء القديسين أيها الشهداء، فائزين واضحا بالملكوت الذي لا يزول كما قال بولس، ومشتركين معهم في المجد. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. إن تفاقم أمواج العذابات الفادحة لم تغرق سفينتكم أيها الشهداء، فإنكم بتدبير ملك الكل بلغتم ميناء الراحة. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. لقد جاز سيف في قلبك كما قال سمعان أيتها السيدة، حين أبصرت المسيح مصلوبا طوعا ومطعونا بالحربة، ولذلك تفجعت مولولة. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. إن الغير المخلوق بحسب طبيعته والمساوي للآب في الأزلية والكائن قبل الأزمنة وقبل الدهور، قد صار منك يا سيدة إنسانا مكونا في زمان ليخلص الإنسان. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. إنك وحدك يا عروسة الله حملت في أحضانك جالس في العلاء حين صار جسدا، فإنك وحدك من بين كل الدهور ظهرت مستودعا للضابط الكل يليق به. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. هلموا نسبح كلنا مريم الطاهرة، فإن هي وحدها ولدت المسيح الرب الذي جدد الطبيعة البشرية ولبثت عذراء لا يشبها دنس. إن الشعب الأثيم قادك إلى الذبح كخروفا أيها المسيح يا حمل الله، إذ أردت أن تخلص من الذئب الضاري الخراف التي أحببتها لفرط حنوك. يا صليب المسيح بقوتك خلصنا. لقد وقفت للمحاكمة أمام الحاكم الظالم يا رب، يا من يدين كل الأرض بالعدل، واحتملت اللطمة إذ أردت أن تعتقني أنا المتعبد للشرير المتسلط على العالم. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. لقد شاهدتم الجهاد الشرعي أيها القديسون، فأخزيتم الأعداء المتجاوزي الشريعة، وأمدتم عن ثبات عزم لأجل بعث الجميع، فاستظهرتم على التنين جالب الموت. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. لقد ركب الشهداء بجهاد الشهادة مركبة الشرف الحقيقي، فارتقوا عن الأرض واتحدوا على هيوليتهم بالصافات الغير الهيولية، ممتلئين فرحا لا يوصف. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. منك أيتها السيدة العذراء المنعم عليها من الله ظهر في الحقيقة الإله مجدد جبلة حواء، والمولود بالجسد والمرفوع على الصليب والصارع الشياطين وحطمهم. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. إن الذي جبلني أنا الإنسان في البدء من التراب قد كون في بطنك مجبولا لأجلي، يا بريئة من كل عيب، لكي ينهضني من السقطة القديمة. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. لقد نقضت عزة الموت والقضاء علينا قديما باللعنة بواسطة حبلك بالحياة يا والدة الإله، فنكرم ولادتك الطاهرة. المجد للآب والابن والروح القدس. إياك اقتنينا وقاية أمينة، وعليك نلقي رجاءنا فنخلص، وبك نلوذ ملتجئين فنصان، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. إياك نمجد يا أم الله السيدة الكلية النقاوة، يا من ولدت الإله
مطلقين على ولادتك ما يليق بها من الأسماء والنعوت. أيضا بسلام يا رب نطلب، أعوذ وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكر نتوة القداسة الطاهرة الفيقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله، لأنك أنت إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إنك لكي تحلني من قيود الخطيئة يا محب البشر ربطت أنت بإرادتك ومت على الصليب كمجرم، فالمجد لغزارة تحننك. يا صليب المسيح بقوتك خلصنا، لقد احتملت الوسمات وموت العارية كلمة الله لكي تمنح الحياة الخالدة لطبيعة البشر التي كانت قد أميتت بالأهواء، فالمجد لغزارة تحننك. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. إن الذين كانوا مزمعين أن يرثوا بالروح القدس فرح الله وسروره احتملوا مسرورين نفوس العذابات والموت القاسي حتفا. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. لقد بترت أيديكم أيها الشهداء وحزت رؤوسكم وقطعت ألسنتكم المتكلمة باللاهوت وعدمتم نور النواظر وقطعتم إربا ولم تبرحوا غير منقطعين عن المسيح. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. فيما كانت والدة الإله واقفة عند الصليب أيها السيد هتفت متفجعة ومولولة تقول لقد مزق بطعنك يا رب الحربة الصك المكتوب على آدم. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. لقد أصبحت أفضل جمالا من الملائكة الأبهياء يا فتاة بولادتك خالقهم وربهم متجسدا من دمائك الطاهرة لينجي كل الذين يمجدونه. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. لقد نبذنا كل قذارة الأكلة القديمة والآن نقتذي بخبز الحياة الذي من السماء الناتج بارزا من أرض العذراء فلنسبحها لأنها سبب الخيرات. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. إنا نغبط والدة الإله القديسة المظلة الطاهرة باب النور المائدة والجزة الذهبيتين الجبل الظليل الغير المتقطع منه التي وسعت الخالق. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. إن سواقي مواهبك يا عروسة الله ويا نبيع الأشفياء وجداول الغنى الإلهي تنشر موزعة بيد ضابط الكل المولود من بطنك التي هي عنصر الحياة. لما أبصرتك الشمس مرفوعا على الصليب أيها السيد قبضت أشعتها ولم تقوى على الإضاءة عند غروبك يا مخلص لكي تضئر للراقدين في ليل الضلالة فيما يسجدون لعزتك. يا صليب المسيح بقوتك خلصنا. لقد سلبت فخلصتني بتحننك يا رب وقبلت بذوق الخل والمرارة لتنقذنا بصلاحك من مذاقه اللذة التي غوينا بها ففتورنا ساقطين في البلاء. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. لقد نقضتم شتاء الضلالة بحرارة الروح القدس أيها الشهداء الإلهيون وبلغتم جميعا ربيع الراحة مسرورين تؤازرون الواقعين في الضيقات. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. لقد رويتم الأرض كلها بوابل دمائكم الإلهية أيها القديسون فجففتم حابسين أمطار الكفر والإلحاد فحللتم عند ماء الحياة تتشفعون الآن من أجل الجميع. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. لما رأيت المسيح الذي ولدته بالجسد أيتها المنعم عليها من الله معلقا على الخشبة امتلأت حزنا وانتحبت منذهلة من طول أناته حقا ومن ثم عظمت تنازله. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. لقد أشرقت منك الشمس العقلية المسيح فبسط على الميع أشعة لاهوته الساطعة يا والدة الإله السيدة فلذلك نمجدك كلنا. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا.
لقد ولدت لنا الإله الحق ابن الآب الوحيد متجسدا يا عذراء، فنسميك والدة الله الكلية النقاوة، ونطلق على ولادتك ما يليق بها من النعوت. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. إن الابن الوحيد المساوي للآب في الطبيعة والصورة صار بإرادته مساويا للناس في البشرة، وهكذا تجسد العلي من بطنك أيتها الأم العذراء. لقد أزلت أوجاع الطبيعة البشرية بالأوجاع التي كابتها في صلبك أيها الرب المتحنن، والآن فإنك تنقل الجميع إلى العيشة التي لا عيب فيها. يا صليب المسيح بقوتك خلصنا. إن الشمس أخفت نورها وحجاب الهيكل البهي انشق، والأرض مادت متزلزلة والصخور تشققت خوفا، إذ لم تطق أن ترى الخالق على الصليب معلقا. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. لقد أمست الحية صريعة ميتة لما عاينت الشهداء الإلهيين قد ماتوا بالعذابات، فورثوا الحياة الأبدية بالنعمة الإلهية حقا. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. لقد كابتم عذابات كثيرة فنلتم جوائز أيضا كثيرة. يا معاشر الشهداء العديدين العديمي الحياة، فامحقوا مجموعة شرير الغزيرة. أيتها الفائق قدسها والدة الإله يخلصينا. صيري ميناء لي أنا المبحر في لجة الخطوبية والدة الإله الفتاة البريئة من كل عيب. يا من خلصت بولادتها كل طبيعتنا الغارقة. أيتها الفائق قدسها والدة الإله يخلصينا. لما وجدك السيد مقرا للطهارة نقيا، حل في بطنك حلولا طاهرا جليا يا عذراء، مريدا أن يطهر عجنة البشر. أيضا وأيضا بسلام إلى ربي نطلب. عضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلة القداسة الطاهرة الفيضة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله، لأنك أنت ملك السلام وخلص نفوسنا، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام عليكم نقيم تذكار أبينا القديس الجليل أندراوس الأورشليمي رئيس أساقفة إقريثش كريت، فبشفاعته وشفاعة جميع القديسين مع والدة الإله أيها المسيح الإله ارحمنا وخلصنا أمين. لقد سقط العدو صريعا برفع المسيح على الخشبة، وبات جيفة تروع والمقضي عليه قبلا، خلص هاتفا نحو المسيح مبارك أنت يا إله أبائنا وربهم. يا صليب المسيح بقوتك خلصنا. لقد مت على العود أيها المسيح فألهتني بعد أن كنت قد مت بالعود، وبجراحك الإلهية شفيت جراح قلبي مبارك أنت يا إله أبائنا وربهم الفائق الصبح. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. فيما كانت أجسادكم تهلك بجلدات السياط التي لا عدد لها، كان جمال نفوسكم يزداد في الحقيقة بهاء يا شهداء المسيح، وكنتم لا تبرحون هاتفين مبارك أنت أيها الرب الإله. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا. لقد غرق العدو في دمائكم أيها الشهداء الكلي المديح، وهلك مع ربوات جنوده، أما أنتم فكنتم تشدون بفرح مرنمين مبارك أنت يا إله أبائنا وربهم. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. لقد ظهرت يا بريئة من كل عيب، عروسة لا عيب فيها وبلاطا للخالق، وعرشا ناري الهيئة وأرضا غير مفلوحة
فلذلك نهتف إليك السلام عليك أيتها السيدة يا من ألهت البشر بحبلها الإلهي. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، إن الرب الكلمة الكائن في البدء قد حل في بطنك متجسدا يا عذراء لكي يفتدينا نحن المأسورين ويستردنا، وهو الرب المحب البشر وإله أبائنا المبارك. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، لقد ظهرت يا عروس الله بابا عقليا للمشرق من العلاء الذي ظهر منك للناس على الأرض ظهورا يسمو على النطق والفهم، وهو إله أبائنا المبارك. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، إنك واقفة عن يمين ملك الكل الذي تجسد من دمائك مزينة بالفضائل يا من لا عروس لها، تضرعين دائما في نجاتنا من كل الشدائد. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، مزقي بدالتك الوالدية يا عذراء مبددة حرائق زلات الذين بإيمان وحسن عبادة يرنمون لمولودك القائلين مبارك أنت أيها الرب الفائق السبح إله أبائنا. لقد صرت إلينا في زمان يا من لا يحده زمان، وربطت طوعا فحللتني من قيود المزمنة، ورددت الطاغي مقيدا بأغلال لا تنحل، وخلصتني بالصليب والآلام أيها المسيح السيد فأباركك إلى الدهور. يا صليب المسيح بقوتك خلصنا، لقد رفعت على الخشبة طوعا فرفعت معك الخليقة كلها أيها المسيح الكلمة الفائق الصبح الذي لا بدء له ولا يرى، يا من أدب بألامه رئاسات الظلام وسلاطينه وجعلها عبرة، فلذلك نسبحك إلى كل الدهور. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا، لقد ركبتم دماءكم كمركبة فصعدتم إلى المساكن التي فوق العالم أيها الشهداء المصطفون من كل العالم، ونلتم من المسيح ما تستحقونه من الجوائز، هاتفين سبحوا الرب وارفعوه إلى كل الدهور. يا شهداء المسيح تشفعوا بنا، فيما كان الشهداء المجاهدون يرفعون على المجازر يلقون في المهاوي ويطرحون مأكلا للوحوش ويردون للنار والماء، كانوا يرتلون بفرح قائلين سبحوا الرب يا أعماله وباركوه إلى كل الدهور. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، لما رأت الأم البريئة من كل عيب المانحة اليقظة الإلهية الخلاصية للجميع راقدا على الخشبة انتحبت مولولة وصرخت قائلة ما هذا العجب العظيم الغرابة، إن محيي الكل قد مات برضاه. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، إن الخالق الذي لا تستطيع الصفات العلوية الدنو منه سكن في مستودعك يا فتاة وحفظك غير محترقة وطاهرة بعد الولادة لا يشوبك فساد، فإليه نصره الآن قائلين سبحوا الرب يا جميع أعماله وارفعوه إلى كل الدهور. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا، إياك نسبح يا والدة الإله التابوت الأقدس المظلل بالروح الإلهي يا من ولدت الكلمة الأزلي الذي قبل الدهور متأنسا لفرط تحننه المتعذر. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد سبق الأنبياء فكرزوا برموز ولادتك يا بريئة من كل عيب، وقد ألهموها عن بعد وجاهروا بالكرازة بها في العالم عن وحي من الروح الإلهي، والآن فنحن نعجب بنجازها الآن وكل وان ولا دهر الداهرين أمين. إن ثمرة بطنك بارعة في الجمال أبهى من كل البشر يا والدة الإله العذراء، فأنك أنت ولدت الإله الذي تجسد منك وظهر ليخلص الإنسان، فلذلك نعظمك كلنا. قولا فائضا نحو الأم المالكة، وظهر معيدا للموسم بابتهاج وترنم بعجائبها مسرورا. يا والدة الإله بما أنك الينبوع الحي المتدفق بسخاء وطيدنا نحن المنشدين تسابحك الملتئمين محفلا روحيا وفي مجدك الإلهي أهلنا لأكاليل المجد والشرف. إن حبقوق النبي لما عرف إرادتك الإلهية غير المدركة أيها العلي
التي هي تجسدك من البتول، هات صارخا المجد لقدرتك يا رب. أيتها البتول التي لم تعرف زواجا، إن البرايا بأسرها قد انتهلت من مجدك الإلهي، لأنك حملت في حاشاك إله الكل، وولدت لابن غير المحدود في زمن، ومنحت الخلاص لكل الذين يسبحونك. هلموا أيها المتأله العقول لنصفق بالآيات مقيمين هذا العيد الإلهي الكلي الإكرام، الذي لوالدة الإله ونمجد الإله الذي ولد منها. إن الفتية المتأله العقول لم يعبدوا الخليقة دون الخالق، بل وطئوا وعيد النار بشجاعة فرتلوا فرحين. أيها الفائق التسبيح، مبارك أنت يا إله آبائنا، نسبح ونبارك ونسجد للرب، إن مولد والدات الإله قد حفظ الفتية الأطهار في الأتون سليمين، إذ كان حينئذ مرسوما، وأما الآن فقد حصل مفعولا، فهو ينهد المسكونة بأسرها إلى الترتيب هاتفا. سبحوا الرب يا جميع أعماله، وزيدوه رفعة مددوه. لوالدة الإله ومن نور بالتسابيح نكرمها معظمين. عظموا نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، يا من هي أكرم من الشيروهيم وأرفع مجدا غير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. يا من هي أكرم من الشيروهيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. إن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل للذين يتقونه. يا من هي أكرم من الشيروهيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. صنع عزا بساعده وشتت المتكبرين بذين قلوبهم. يا من هي أكرم من الشيروهيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، ويا حقا والدة الإله إياك نعظم. ورفع المتواضعين ونعم
من هي أكرم من الشيروخيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي في غير فساد ولدت كلمة الله ويا حقا والدة الإله يكين وعطل عطف إسرائيل عبده ليذكر رحمته كما قال لأبائنا إبراهيم ولنسله إلى الأبد يا من هي أكرم من الشيروخيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة لله يكن وعطل كل الأرضيين فليبتهجوا بالروح حاملين المصابيح وطبيعة العقليين غير الهيوليين فلتحتفل معا معيدة لموسم أم الإله الشريف وهاتفا افرحي يا والدة الإله النقية الدائمة البتولية والكلية الطوبى أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب يا ليسون احفظنا يا الله بنعمته يا رب ارحم القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا مع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب إنه لك تسبح كل قوات السماوات وإليك ترفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين صن حارسا للذين يسجدون لك أيها الصليب يا صولجان المسيح ونصرة البلاط الملوك ومجد الأرثوذكسين الحسن الاعتقاد حتى تنغلب جماهير الناس الفاسد لاعتقاد ما صليب حافظ المسكونة كلها الصليب جمال الكنيسة الصليب وزة القلوب الصليب ثبات القلوب الصليب مجد الملائكة وجرح الشياطين إن التي ولدتك بلا زرع وقفت عند الصليب وهتفت منتحبة ويلي يا ولدي الفائق الحلاوة كيف غبت عن عيني بل كيف حسبت مع الأبواب من السماوات
لك يا لي قدس بيحو يا سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. ماذا ندعوك الآن يا أندراوس الحكيم؟ إن ندعوك ناسكا قد كبح جماح الأهواء، وخادما خدم إنجيل المسيح، وقيثارا صدح يرنم ترانيم الروح القدس، وكنارة شجية تخلب ألباب كل الخلائق، وداودا حديثا قد رقص يشدو أمام تابوت النعمة والعهد الجديد. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة. ماذا ندعوك الآن يا أندراوس الحكيم؟ إننا ندعوك ناسكا قد كبح جماح الأهواء، وخادما خدم إنجيل المسيح، وقيثارا صدح يرنم ترانيم الروح القدس، وكنارة شجية تخلب ألباب كل الخلائق، وداودا حديثا قد رقص يشدو أمام تابوت النعمة والعهد الجديد. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلة الطرب. ماذا ندعوك الآن يا أندراوس الحكيم؟ إننا ندعوك مقتديا بالمختارين الذين جاهدوا بشجاعة، ومداحا للشهداء القديسين غير كاذب، وممرنا للمؤمنين على الفضيلة، ومصورا شخص بطلان الحياة وزوالها، ومعلما مدققا وسانا للعقائد الصحيحة، فابتهل في خلاص نفوسنا. سبحوه بنغمات صنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كل نسمة فلتسبح الرب. ماذا أقول عنك الآن يا أندراوس؟ إني أقول إنك نبتة لأورشليم المقدسة، جميلة مطربة، وركن لعقائد حسن العبادة الصحيحة، ورئيس كهنة لكريت فائق الشرف، قد أنار العالم بأشعة ساطعة النور، وكوكب قد بزغ من المشرق فأنار المغرب، فابتهل في خلاص نفوسنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائر إن آمين. Yeah.
من الموت أيها الرب الحليم الذي يمنح الحياة للجميع أمجد مظهر النور المجد لله في العالم وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك نشكرك لأجل عظيم جلال مجدك أيها الرب الإله يا حامل الله يا ابن الآب يا حامل خطيئة العالم ارحمنا يا رافع خطايا العالم اقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا لأنك أنت وحدك قدوس أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الأب أمين كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة بارك أنت يا رب إلهنا مسبح وممجد اسمك إلى الأبد أمين لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك يا رب إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت وإلهي لأن من قبلك هي عين الحياة وبنورك نعاين النور فابسط رحمتك على الذين يعرفونك قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا هايجيوس اوثيوس هايجيوس اسكيروس هايجيوس اثاناتوس اليسون ايمان المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل وان والى دهر الدهر امين قدوس الذي لا يموت ارحمنا آه
كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ووراء وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل المسيحيين الحسنية العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب كيريا أدايسون من أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس كهنتنا كريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب كيرينا على هذا الدير المقدس وجميع الأديرة والكنائس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضنين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب يا رب ارحم نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك
بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفيقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين والدة الإله قلصين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين صالح الاعتراف للرب والترتيل لاسمك ايها العليم بشفاعتك والدتك الاله يا مخلص خالص للاعلان برحمتك في الغدا وبحقك في كل ليله بشفاعتك والدتك الاله يا مخلص خالص لان الرب الهنا عادل وليس فيه ظلم بشفاعه والدك الاله يا مخلص خلص المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل آن والى دار الداهرين امين بشفاعه والدك الاله يا مخلص بسلام إلى الرب نطلب أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفيقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين شعبك وبارك ميراثك واحفظ من الكنيسة القدس الذي يحبون بها بيتك أن تشرفنا خلصنا يا الله يا من هو عجيب في طيب لنرد لك لنوريا أنت الآن في قبلات بيتك أمام المقام مين حليانا في الدار الحاضر ما في الحقق واهينا في الدار الآتي كل خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسي لنرتل لك هللويا لان بيده اطاس الارض وله رؤوس الجبال لان البحر له وهو الذي صنعه ويداه جبلتا اليابسا خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسه لنرتل لك هللويا المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين يا كلمه الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير بائد لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلهنا وبموتك وطئت الموت وأنت
لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب إلينا احفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحمة. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة مريم والدة الإله خلصينا. نودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب. أنت الإله الصالح والمحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. قد أنرت الجميع بتعليمك يا مرشدا إلى الإيمان القويم ومعلما حسن العبادة وطهارة السيرة وكوكب المسكون وجمال رؤساء الكهنة ومعزفة الروح القدس اندراوس الحكيم الملهم من الله فتشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. حكمة فلنستقيم ألم ونسجد ونركع للمسيح ملكنا لنرتل لك هللويا. لقد أنرت الجميع بتعليمك يا مرشدا إلى الإيمان القويم ومعلما حسن العبادة شرف الملائكة وجمال عمان وجوهرة الأردن اللامعة لا تنفك في حماية الذين يصرخون إليك بإيمان من شدائد الحياة
فالمجد لولادتك الإلهية، المجد للصانع بك كل هذه الأشياء. إن أيقونتك المقدسة أيتها العذراء الطاهرة الوسيطة لخلاصنا هي كنز في كنيسة القديس نكتايوس، رئيسك هانة المسيح وملجأ أمينا، تنعم بالمواهب على كل نسبحك بغير انقطاع يا عروس الله. شفعاء الأردن من فيه ولدوا، حمته الأولى عاشوا حياة النسك الشريف، لنمدحهم كمجاهدين ببهاء، ماتوا مستشهدين ومشدوا الأرض في الأردن وهم أحباء الله. فيلادلفيا بهم تزهو والأرثوذكسيون يفخرون. بسيرتك الملائكية أشرقت من بلاد البن كنجم لامع وأنرت دراما بتعليم أيها الحكيم، وبما أن لك الدالة لدى المسيح يا جوارجيوس، فأنت تهيب السلام وأنواع الأشفياء للملتجئين لديك المقدس. هلموا أيها المؤمنون نكرم نكتاريوس الموجود في سلبريا وراية جيمنا، انظر في الأزمنة الأخيرة ومحب الفضيلة الأصيلة، صارخين إليه بإيمان. المجد للمسيح الذي مجدا، المجد لمن جعلك عجائبيا، المجد للصانع بك الأشفياء للجميع. يا شفيعة المسيحيين غير الخاسية، الوسيطة لدى الخالق غير المردودة، لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأ، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة. نحن الصارخين إليك بإيمان، بادري إلى الشفاعة وأسرعي في الطلبة يا والدة الإله المتشفعة دائما قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. قدوس الله قدوس
كل غير مجال المصر نقدم لك المصر لك وكلكي تقبلنا وعلم بحق السماوي وارسل فلنصغي يا إخوة استودعكم فايبة أختتنا التي يا خادمة الكنيسة التي في كنخريا لتقتبلوها في الرب كما يليق بالقديسين وتقوم لها بأي أمر احتاجت إليه منكم فإنها قد أضحت قائمة بأمور كثيرين وبأمري أنا أيضا سلموا على بريسكيلا وكل المعاونين لي في المسيح يسوع الذين وضعوا نقيهما دون حياتي ولست أنا وحدي أشكرهما بل جميع كنائس الأمم أيضا وعلى الكنيسة التي في بيتهما سلموا على بنتوس حبيبي الذي هو فكورة أخايا للمسيح سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا سلموا على أندروكينوس ويونياس نسيبي المأسورين مع المشهورين بين الرسل الكائنين في المسيح قبلي سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب سلموا على أرفانوس معاوننا في المسيح وعلى استاخس حبيبي سلموا على أبلس المزكى في المسيح سلموا على أهل بيت أرستوبولوس سلموا على هيروديون نسيبي سلموا على بيت تيريسوس الذين هم في الرب سلموا على تريفينا وتريفوسا الذين تعبتا في الرب سلموا على بريسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى أمها على أمه التي هي أمي سلموا على سينكريتوس وفلاغون وهرماس وفتروباس وهرميس وعلى الإخوة الذين معهم
سلموا على فيلولوغوس ويوليا ونيرياس وأخته ولمباسا وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة تسلم عليكم جميع كنائس المسيح. السلام لك أيها المرنم. الحكمة لنقف ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. فلنصي قال الرب هذا المثل: يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل، وجده إنسان فخباه، ومن فرحه به مضى وباع كل شيء له واشترى ذلك الحقل. وأيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فوجد لؤلؤة كثيرة الثمن فمضى وباع كل ما له واشتراها. وأيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل جنس، فلما امتلأت أطلعوها إلى الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجيد في الأوعية والرديئة رموا به خارجا. هكذا يكون في منتهى الدهر، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأخيار ويلقونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصريف الأسنان. ثم قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ قالوا له: نعم. فقال لهم: من أجل هذا كل كاتب تتلمذ في ملكوت السماوات يشبه إنسانا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقا. ولما تم يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك وجاء إلى وطنه وكان يعلمهم في مجامعه. والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا أحباء، هذه القراءة اللي سمعناها من الإنجيل هي في إنجيل متى الإصحاح 13 والآيات من 44 حتى 53، وفيها ثلاث أمثال عن الملكوت السماوي بشبه الرب يسوع المسيح في كنز واللؤلؤة والشبكة، بشبه ملكوت السماوات بهذه الثلاث. وبيحكي لنا إن الحصول والوصول إلى ملكوت السماوات في طرق كثيرة من خلال هذه الأمثال، بيعلمنا كيف نحصل على ملكوت السماوات. الكنز يا أحباء، تعرفوا يسوع بوقته كان يخاطب الناس بلغتهم بحياتهم بأشياء كانوا يعرفوها ومفهومة عندهم. وأباء الكنيسة بيحكونا بمنطقتنا وخاصة بفلسطين ونحن هون، ها
هذه لأنها مناطق إذا بدكم جغرافيا مهمة كانت دائما فيها حروب وما زالت وكلنا بنعرف، والناس كانوا يهربوا من الحرب، كانوا يهربوا وغالبا كانوا يخبوا أملاكهم في الأرض ويهربوا على أمل أنهم يرجعوا ويرجعوا لقوها مرة ثانية وهكذا. فالبحث عن الكنز إشي شعبي متعارف عند الناس، ويمكن في القرى لحديت الآن نسمع أنه في ناس بيحفروا بيدوروا، في ناس بيلاقوا فخار وأشياء زي هيك. فهاي لغة المسيح مع الناس حتى يفهموه. هلا نحن روحيا كيف بنفهم البحث عن الكنز؟ الكنز موجود بيكون في مكان، يعني بده شغل، بدك تحفر شوي، بدك تتعب في أعماق يعني، وهنا بتطلب منا أنه نحن ندخل لأعماقنا حتى نوجد هذا الكنز. يسوع بيحكي لنا ملكوت الله في داخلكم، ملكوت السماوات في قلبكم جوا. فأنت ما تروح تدور على ملكوت الكنز على ملكوت السماوات في مكان آخر، في داخلك ملكوت السماوات. ادخل إلى أعماقك، انبش قلبك وأفكارك وحواسك، طلع منها كل ما هو يردم ويخبئ هذا الكنز حتى تقدر تلاقيه. أيضا ملكوت السماوات يشبه إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة كثيرة الثمن فباع كل ما له واشتراها. هنا أيضا التجارة بتيجي، كيف نحن روحيا بدنا نتاجر. اللآلئ الحسنة بحكونا أباء الكنيسة معناها هي مغريات العالم، الأشياء اللي بالدنيا اللي إحنا بنسعى حتى نأخذها ونكون مبسوطين فيها، ننبسط نتمتع بالحياة. ولكن اللؤلؤة الكثيرة الثمن هي يسوع، هي الملكوت السماوي. لما أنت بتكون عايش مع يسوع أنت بتكون عايش في الملكوت. عشان هيك أباء الكنيسة بيحكوا لنا ملكوت السماوات مش بس لما نموت أو لما يجي يوم الدينونة بصير في ملكوت السماوات. ملكوت السماوات الإنسان بيعيشه من هو عايش على هاي الحياة. فنحن قديش بنكون متمسكين بيسوع قديش بنكون أبناء الملكوت. والكنيسة رتبت لنا أنه نتذوق ونستشعر ونعيش حياة الملكوت من خلال الصلوات، من خلال القداس الإلهي. هالساعتين اللي بنقضيها بالكنيسة هي عبارة عن حياة ملكوتية، هي أجواء الملكوت. اتمعنوا في كل الكلام اللي بنصلي هي حياة ملكوت. فعشان هيك نكون واعيين انه ملكوت السماوات منعيشه من هاي الحياة، بتطلب منا نتاجر بأشياء روحية، نتاجر بالفضائل، نتاجر بمواهب الروح القدس، بنعم الله. ما نهتم بالأشياء الدنيوية اللي غالبا بتكون هي حاجز وعائق بيننا وبين يسوع المسيح. هلا المثل الثالث أو التشبيه الثالث يشبه ملكوت السماوات شبكة ألقيت في البحر. كمان الشبكة لما برموها في أعماق البحر في إشي عمق لتحت، كمان بدنا ننزل نتعمق. وكلنا نتذكر يسوع لما حكى لتلاميذه ظهروا لهم على شاطئ البحر كانوا بدهم يصيدوا، حكى لهم إيش بتعملوا بهم؟ أنا هون على الشط، ادخلوا لجوا عشان تلاقوا السمك، ادخلوا إلى العمق وإلقوا الشبكة وقتها بتلاقوا السمك اللي بدكم إياه. فنحن على الشاطئ ما منلاقي إشي، بدنا ندخل على الأعماق، ندخل على أعماق الآباء، على أعماق تعليم الكنيسة. وهنا بيجي كل كاتب تتلمذ في ملكوت السماوات. حياة الملكوت مدرسة بتعلمنا. هنا بيحكي الكاتب مفرد للكتبة، الكتبة اللي هم فئة من اليهود كانوا بيعلموا وبيعرفوا الكتب المقدسة، ولكن لأنهم كانوا متمسكين بحرفية الكتاب، وهنا رمز للشاطئ كمان أنه كانوا بس القشور ببلشوا بالأشياء السطحية الظاهرية، ما في عندهم عمق، ما في عندهم روح. عشان هيك يسوع بيحكي لنا كل كاتب تتلمذ في ملكوت السماوات يخرج من بيته، يشبه إنسان يخرج من بيته
كنزه جددا وعتقا. الجدد والعتق يعني من أنبياء العهد القديم بالكتاب المقدس في أشياء كثير من طلعها من الآباء القديسين، من قديسين حديثين، من حياتنا نحن مع يسوع المسيح. البيت له معاني كثيرة، يخرج رب بيت يخرج من كنزه. البيت بتكون أسرتك، بتكون حياتك الشخصية، بتكون ذاتك. أنت بتقدر لما يسوع يكون معك بيكون تقدر تطلع أشياء وتتعرف على أشياء كثيرة موجودة في داخلنا، لأنه داخلنا هو ملكوت السماوات موجود. فعشان هيك يا أحباء ننتبه إنه الملكوت السماوي يعاش من هاي الحياة. الملكوت السماوي بتطلب منا نتاجر بالأشياء الحسنة بالفضائل الروحية، وبتطلب منا ندخل إلى أعماق قلوبنا حتى نلاقي يسوع، نكتشف يسوع. وأهم نقطة هنا وانتبهوا علي، ويمكن هاي بنقرأها بشكل عابر، بأول المقطع حكى وكنزا في حقل وجده إنسان فخبأه ومن فرحه به. هون موضوع الفرح، نحن دائما نكون عبوسين. ليش؟ نحن مع يسوع بده يكون في عنا فرح. الفرح أهم من البحث ومن التجارة ومن كل هاي الأمور. نكون فرحين بوجودنا مع يسوع، وربنا يبارككم. حكمة حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. سحنا وطيم الشواف من الذي سنتكلم عنه. كل نجم نخدم الرهيم الشاين رهيب عن نفس قوة سنة تقديس نطع عنا كل ما من دنيوية نسوى استقبل ملك الكل تحت فول الصفات المثل الحمد من دور هوية ونسوى الشرب السرية ونسوى من رفع نطع عنا كل ما من دنيوية نسوى استقبل ملك الكل تحت فول الصفات المثل الحمد غير من دور هوية تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وتعليم ونسوى المتبه مدر ونسوى الله فرح الكل بك وتقبله على المقسمة وسلنا وبناء مفروح عند الكل وخد شهور يا رب ارحمنا
وأخوكم وجميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسين ليذكر الرب الله في ملكوت السماء كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين تحت إلى الرب نطلب يا رب ارحم خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا يسوع نكون نارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطية من الرب نسأل استجب يا سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من الرب نسال استجب يا رب غفرانا خطايانا وصفا عن ذنوبنا من الرب نسال وراسهم كبريا صالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسال استجب يا زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل استجب يا رب أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الدائمة البتولية المظلمة مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل وان وإلى دار الداهرين آمين السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحبن بعضنا بعضا لكي نعترف باتفاق مقرين بآب وابن وروح القدس ثالوث متساو في الجوهر وغير موت
أؤمن بإله واحد لنقف حسنا لنقف بخوف لنصر تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة التسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا وروحك لنرفع قلوبنا نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجدك في كل مكان سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحد العقول ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكان وهو بلا تغير أنت ابنك الوحيد روحك القدوس وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود ولما سقطنا وتفاقمتنا ولم تنفكت من كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت ابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلم من أجل ظاهرا كان أم خفيا ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشربيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثير العين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب السماء والسماء والأرض قدوس في العالي بارك من الآيات باسم الرب وصانا في العالي إننا نهتف نحن أيضا بل الآن تنوسا أنت الوحيد روحك القدوس قدوس أنت وكل قداسة ومجدك عظيم الجلال يا من أحب عالم وبهذا المقدار حتى أنه بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل الحياة الأبدية يا من العالم مبارك باسم الرب
جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. أمين. كذلك الكأس من باب العشاء قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. أمين. ونحن ذكرنا ذو الوسيلة الخلاصية وكل ما جرى من أجل الصلب والقبر والقيام الثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من على اليمين والمجيء الثاني المجيد التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب وإليك نطلب يا إلهي إن نقدم إذا لك هذه بعض الناطق غدا ونرغب إليك ونطلب ونتضرع فأرسل روحك القدس علينا وعلى هذا الكرابين الموضوع واجعل أن هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم أمين وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم أمين وحول الرمي من هذه الحياة أيضا على الإيمان والأجداد والأباء والسلام والأنبياء والرسول الكرزة والمبشرين والشهداء والمتلفين والمعلمين والنساك وكل روح صديق توفي على الإيمان. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. أيتها العذراء التي قبلت ملاك السلام وولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك وخاصة من أجل الطاهرة كلية القداسة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. استيم نوسا لينكوس مانكا ريسين سام تين ثاو بغير قيام.
بسلام صيحين معافين مكرمين مديدي الأيام مفصلين كلمة حقك باستقامة قلنا جميعا لك فتى وأعطنا أن نجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك لكل الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وقت وإلى دار الداهرين آمين. وتكن مراحم الله العظيم مخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا وروحنا أيضا بان. احفظ يا أبانا نكتريوس ديرك الشريف المستضل بنعمتك إياك يعلي وإليك يصلي فأين أضلل بنور نصرتك بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب نجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدسات إلى الرب نطلب أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبل على مذبح السماء والعقل المقدس لراح الطيب الروحاني زكي يسرنا وضع النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطأ وشدة إلى الرب نطلب أيها السيد المحب البشر لك ندرك كل حياتنا ورجاءنا وإليك نبتهل المتضرعين ونطلب سائلين أن تجعلنا أهلا لتناول رسائلك السماوية الرهيبة أسرار هذه المائدة الروحانية الشريفة بضمائر نقية لمغفرة الخطايا والصفة عن الذنوب ولشركة الروح القدس ولميراث ملكوت السماوات والدالة لديك لا لدينونة ولا لقضاء علينا أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسال ملاك سلام مرشدنا من حافظ نفوسنا واجسادنا من الرب نسال غفرانا خطايانا والصف عن ذنوبنا من الرب نسال الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسال أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل
بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله واهلنا أيها السيد أن نكسر بدالة على ندوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الدائرين السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحمي رؤوسنا للرب لك يا رب نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار يا من بقدرته التي لا تحد خلقها كل البرايا وبكثرة رحمتي أبرزها كل أشياء من العدم إلى الوجود أنت يا سيد اطلع من السماء وانظر الذين أحملك رؤوسهم فإنهم لم يحنوا أي لحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد ماهد كل ما يستقبلنا حدوثه جميعا من الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا سر مع السينا في البحر رافق المسافين في البر والجو واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمتي ورافات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أيها الرب يسوع المسيح إلى نظيم مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وألما لتقدسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا هنا غير منظور وأهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل الشعب يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني رسومين المقدسات للقديسين قدوس جزا حمى الله في جزا ولا ينقص ولا يقل دائما ولا ينفد أبدا من القدس المشتركين فيه يسوع المسيح الغالب صانع كل البرايا المنظورة وغير المنظورة ابن الآب الذي لا بدء له المساوي له في الأزلية وعدم الابتداء يا من لإفراط صلاحك لبست جسدا في الأيام الأخيرة وصلبت وذبحت من أجلنا نحن العادمية الشكر والفاقدية المعرفة وبدمك الخاص أعدت جبل طبيعتنا المنفسدة من تلقاء الخطيئة أنت أيها الملك الذي لا يموت تقبل توبتي أيضا أنا الخاطئ وأمل أذنيك إلي واستمع كلامي لأنني أخطأت يا رب قد أخطأت إلى السماء وأمامك ولست مستحقا أن أتفرس في علو مجدك لأني أغضبت صلاحك إذ خالفت وصاياك وما أطعت أوامرك لكن أنت يا رب بما أنك غير حقود وطويل الأنات وجزيل الرحمة لم تسلمني لأن أهلك بآثامي متوقعا رجعتي على كل حال لأنك يا محب البشر قد قلت بواسطة نبيك إني لست أشاء موت الخاطئ بل أن يرجع ويحيا لأنك أيها السيد
لم تؤثر أن تهلك جبلة يديك ولا تسر بهلاك البشر، بل تشاء أن يخلص الكل ويقبل إلى معرفة الحق. فلذلك وإن كنت أنا غير مستحق للسماء ولا للأرض ولا لهذه الحياة الزمنية، إذ أخضعت نفسي بجملتها للخطيئة وعبدتها للذات وعطلت صورتك، لكن بما أني صنعتك وجبلتك لم أيأس من خلاصي أنا الشقي، فأتقدم واثقا بتحننك الذي لا يحصى. فاقبلني أنا أيضا أيها المسيح المحب البشر، كما قبلت الزانية واللص والعشار والابن الشاطر، وارفع عني حمل الخطايا الثقيل يا رافع خطيئة العالم وشافي أمراض البشر، يا من تدعو المتعبين والثقيلي الأحمال إليك وتريحهم، يا من لم تأتي لتدعو الصديقين بل الخطأ إلى التوبة، طهرني من كل أدناس الجسد والروح، وعلمني أن أتقن بالقداسة بخوفك، لكي إذا ما اقتبلت نصيب قدساتك بشهادة نقية لضميري أتحد بجسدك المقدس ودمك الكريم، وأحواك ساكنا وثابتا في مع أبيك وروحك القدوس. نعم أيها الرب يسوع المسيح إلهي، ولا يكن لي تناول أسرارك الطاهرة المحية لمحاكمة، ولا أصير ضعيفا بالنفس والجسد من تلقاء تناولي إياها بعدم استحقاق، بل أعطني حتى نسمة الأخيرة أن أقبل بغير دينونة نصيب قدساتك لشركة الروح القدس ولزاد الحياة الأبدية ولجواب حسن القبول لدى منبرك الرهيب، لكي أصير أنا أيضا مع كل مختاريك شريكا في خيراتك غير الفاسدة التي أعددتها للذين يحبونك يا رب، الذين لم تزل بهم ممجدا إلى مدى الدهر. أمين. أنا أعلم يا رب إني أتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بغير استحقاق، وأني غريم له، وأني آكل وأشرب دينونة لي، إذ لم أميز جسدك ودمك أيها المسيح إلهي، لكني واثق برأفاتك فأتقدم إليك، فأنت القائل: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. فتحنن إذن علي يا رب، لا تشهرني أنا الخاطئ، بل اصنع معي بحسب رحمتك، وانتصر لي هذه القدسات لشفائي وتنقيتي واستنارتي وصيانتي وخلاصي وتقديس النفس والجسد، ولضحن كل تخيل وفعل قبيح وعمل شيطاني يسيطر على فكري وأعضائي، وللدالة إليك والمحبة لك، ولتقويم السيرة وتأمينها، وللنمو في الفضيلة والكمال، ولإتمام الوصايا، ولشركة الروح القدس، ولزاد الحياة الدهرية، ولجواب حسن القبول لدى منبرك الرهيب، لا لمحاكمة ولا لدينونة. أيها الرب إلهي، إني عالم بأنني لست أهلا ولا كفئا لأن تدخل تحت سقف بيت نفسي، لأنه بجملته مكفر وساقط وليس فيه مكان لك أهل لتسند إليه رأسك، لكن كما تواضعت منحدرا من العيو لأجلنا، تواضع الآن أيضا لذلي وتواضعي، وكما ارتضيت أن تضجع في مغارة ومذود البهائم، هكذا ارتضي أن تدخل في مذود نفسي البهيمية وجسد الدنس، وكما لم تستنكف أن تدخل وتأكل مع الخطأة في بيت سمعان الأبرص، هكذا ارتضي بأن تدخل إلى بيت نفسي الدليلة، أنا الأبرص الخاطئ. وكما لم تقص شبيهة الزانية الخاطئة لما أتت إليك ولمست قدميك، هكذا أيضا تحنن علي أنا الخاطئ، إذ أنا متقدم إليك ولامسك. وكما لم ترذل فم تلك الدنس الرجس عند تقبيلها إياك، لا ترذل فمي أنا أيضا الأدمس والأرجس من ذاك، ولا شفتي الرجستين الأثيمتين غير الطاهرتين، ولا لساني الأنجس، بل فلتصر لي جمرة جسدك الكلي قدسه ودمك الكريم لتقديس نفسي وجسد الدليلين واستنارتهما وصحتهما، ولتخفيف ثقل أثامي الكثيرة، ولصيانة من كل فعل شيطاني، ولإبطال عادات الخبيثة والسيئة ومنعها، ولإماتة الأهواء، ولإتقان وصاياك، ولزيادة نعمتك الإلهية، ولتأهلي لملكوتك، لأني لست متقدما إليك أيها المسيح الإله كمزدر بك، بل بما أني واثق بصلاحك الذي لا يوصف، ولئلا بطول تباعدي عن شركتك أصير فريسة للذئب العقلي، فلذلك أتضرع إليك أيها السيد بما أنك قدوس وحدك، قدس نفسي وجسدي وعقلي وقلبي. إلى الرب نطلب. أيها الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الراعي والحامل رافع خطيئة العالم، يا من وهب المدينين دينهما ومنح الخاطئ غفران خطاياها،
أنت أيها السيد اصفح وترك واغفر الخطايا وأثام الذنوب الصادرة من عبيدك هؤلاء إما عن إرادة أو عن غير إرادة منهم، وأما عن معرفة أو عن جهل منهم أو عن تعد وعصيان لوصيات، وإن كانوا قد ضلوا بغواية الشيطان وكون ناس لابسين أجساد وسالكين في العالم قد خطئوا إما بالقول أو بالفعل، وإما عن معرفة أو عن جهل، وإن كانوا قد توطوا كلام كاهن أو سقطوا تحت لعنة كاهن أو لعنة سبوا أنفسهم أو وقعوا تحت قسم، فأنت أيها السيد الصالح منزع عن الحقد ارتضي بأن تحل عبيدك هؤلاء بكلمة منك واغفر لهم واعف عن لعناتهم وأقسامهم بحسب عظيم رحمتك. نعم أيها السيد الرب المحب البشر، استجب لنا نحن المتضررين صلاحك من أجل عبيدك هؤلاء، واغضي بكثرة رحمتك عن كل زلاتهم وانقذهم من العذاب المؤبد، فإنك أنت أيها السيد قد قلت كل ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء، فإنك أنت وحدك معصوم من الخطيئة. وياك المجد أيها الآب ربك الذي لا أبد له، وروحك كل قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان ودهر الداهرين، لتحل لكم نعمة الروح الكل قدس وتغفر لكم خطاياكم بواسطة حقارتي. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. بن اليوم شريكا في عشائك السر يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعداء ربنا ولا أعطيك قبلة غشة نظير يهودا، لكن كاللص يعترف لك شاكرا. اذكرني يا رب، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، اذكرني يا متى تأتيت في ملكوتك شفاء الناس والجسد أمين. أنت لا نهى الجسد ودم ربنا الله من فلسنا سوى المسيح والحياة الأبدية شفاء الناس والجسد أمين. سوسن جسد ودم ربنا ولحم وفلسة المسيح راكي والحياة لبدي شفاء النفس والجسد أمين. لنا والعبد الله جاك جسد ودم ربنا ولحم وخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك والحياة لبدي شفاء النفس والجسد أمين. والجسد امين. ان هذه لام شفاءكم فتنزع اثامكم وطهركم من خطاياكم. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي واخذنا الروح السماوي ووجدنا الايمان الحق فلنسجد للتالوت غير المنقسم، لانه قام.
ارحمنا من تسبيحتك يا رب، لكي نسبح مجدك، لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لهجين طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. تناولنا سؤال المسيح الآية المقدسة الطاهرة غير الميتة السماوية المحيا الرهيبة، فلنستقيم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. قابل وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا ليسو. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد. أيها الأب والابن والروح القدس، لنا وكل وان وإلى دار الداهرين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم الرب بارك يا رب القديس. يا رب يا رب يا من يبارك الذين يباركونهم ويقدس الذين يتكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملء كنيستك، وقدس الذين يحبون بهاء بيتك أن تشرفهم وذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تخذنا نحن متكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك للكهنة لملكنا ولجنودي ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي أن العلا من حضر من لدنك يا أبا الأنوار. فإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم من نعمته الإلهية ومحبة البشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أيتها الفاقدها والدة الإله خلصينا. يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، يا من هي بغير فساد ولدة كلمة الله، حقا أنك والدة الله ياكن وعظيم. المجد لك أيها المسيح يا إلهنا ورجاءنا، المجد لك. الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم الرب بارك. أيها المسيح العون الحقيقي، يا من أنت عجوب في قدسيك، أنت بشفاعة أمك القديسة كل الطاهر برئام كل عيب، بقوة الصليب الكريم المحيي بنعمة القبر المقدس القابل الحياة وبطلبات القوات السماوية الإلهية العديمة الأجساد غير الهولية وتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين رسل كل مديح من 12 والسبعين والقديس المجيد الرسول كل مديح يعقوب أخ الرب والرؤساء ساقمة أورشليم القديسين المشرفين الشهداء الحسني الظفر وأبينا جيف القديسين نكتاريوس أسقف المدن خمس صاحب هذا الدير المقدس وابان الابرام توشحين بالله والقديس اندراوس الاورشليمي رئيس اساقف تكريت الذين كنت اختاره اليوم وبسالوا شرفين ملكين عظيمين ترجمين الله والمعادل ايروس قسطنطين واعلان وبسالوا سبقين جميعا المسيح الان وكل محمد والقديس محمد ابو الفن الذي قمنا خدمه القداس الى جميع القديسين محمد رحمه بما انك الله الصالح والمحب البشر صلوات أبائنا القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس احفظ حياتكم كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. صباح الخير، أعطيكم العافية. مجدك يا الله، مجدك يا الله.